بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لأهمية الموضوع وكذلك الاستعجال المطلوب في معالجة موضوع اللي هو تطاير الحصى وأزمة الشوارع والطرق السريعة ونتيجة للخلطات الغير مفحوصة بشكل سليم مختبريا فيما يتعلق بالإسفلت وتعبيد الشوارع الموجود، ونتيجة لذلك الأضرار اللي قاعد يشوفونها المواطنين الآن بشكل يومي على الرغم من جهود بعض الأجهزة الرسمية وبعض الجمعيات التعاونية لإزالة الحصى، شفناها في منطقة الروضة وشفناها في إلا أن الحصى قاعد زايد نتيجة لأن الخلطة بدأت تتفكك حتى لو ما كانت في أمطار، وتتزايد الحصى وقاعد تتكسر جامات السيارات وتسبب الحقيقة الأذى للمواطنين بشكل عام. فصار في تحرك، أنا كلمت كل من الوزير المختص لوزير الأشغال، وكلمت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كلمت الوزير المختص الأخ حسام الرومي، وكلمت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ أنس الصالح، وكلمت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذا الموضوع. وقال لي الوزير إن إحنا عندنا عشان نستعجل في العملية عندنا ثلاث إجراءات: إما يكون عندنا ميزانية كافية الآن لتعبيد الشوارع وترصيفها في أسرع وقت ممكن حتى نقضي على هذه المسألة، لأن القضية مو بس إزالة وإنما هو التكشيط وإعادة اللي هو تعبيد الشوارع ووضع الأسفلت من جديد، وبالتالي نعالج العملية. الأمر الثاني يصير عندنا ميزانية تعزيزية، نطلب ميزانية تعزيزية حتى نقضي الموضوع. الأمر الثالث إن تكون عندنا أموال نتيجة للقرامات والمخالفات اللي على المقاولين اللي أخطأوا. فقلت هذه راح تطول، إذا بتحط الغرامات وعلى ما تثبتها وعلى ما كذا وعلى ما غير راح تطول، وإحنا عندنا مشكلة الآن. فقال لي والله أنا إذا كان هناك ميزانية تعزيزية تحركت، رحت حق الأخ أنس الصالح، ومن ثم رحت حق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، وقال الشيخ جابر مبارك إحنا نستعجل في العملية وما عندنا مانع أن نتحرك في إطار أن يكون في ميزانية تعزيزية. ميزانية تعزيزية وإجراءاتها شلون تصير الميزانية التعزيزية لتغطية كل شوارع الكويت وبالذات الشوارع الرئيسية، سواء الطرق السريعة اللي الناس تستخدمها يمكن أنا أقول بشكل يومي أكثر من مرة، أو حتى داخل المناطق السكنية. أنا يمكن ذكرت أمثلة، الناس اشتكت في منطقة بيان كلموني، الناس في الروضة مقر سكني كلموني، الناس في غرطبة، الناس في السرة، في الخالدية، في عدة مناطق من مناطق الكويت، وحتى سواء يعني من جنوبها إلى شمالها ما ودي الحقيقة أنسى أحد. لكن الآن في توجه أنه يصير في ميزانية تعزيزية، وإذا كانت هناك ميزانية راح يستعجلون في الموضوع، إذا ما كان في ميزانية راح يطلبون ميزانية تعزيزية لمعالجة هذا الموضوع. احنا نتكلم الآن عن إجراء عملي، إنه بدون إجراء عملي ماكو ميزانية مخصصة، وتعجيل الإجراءات راح تطول العملية، واحنا ما نبي نطول العملية خاصة مع زيادة عملية تطاير الحصى والأضرار المتسببة من ذلك. لذلك هذا التحرك تم، وخاطبت شخصيا الثلاث شخصيات اللي بما فيهم اللي هو على رأسهم رئيس الوزراء اللي الآن بيمشي في إجراءات تعجيل طلب تعزيز الميزانية إذا ما كانت هناك ميزانية كافية لتسريع عملية التعبيد وإسفلت الشوارع وإعادة ترميمها ومعالجتها حتى نعالج موضوع تطاير الحصى، طبعا في إطار المعايير والمواصفات الرسمية التي تكفل أن الشوارع ما تتأذى أو تسبب إشكاليات في المستقبل. شكرا لكم.